ولايه غليزان. جينا هنا لمعرض الكتاب، شرينا الادوات المدرسيه الاولاد ان شاء الله يدخلوا بالصحه والهنا ان شاء الله، يكملوا العطله. اسعار في متناول الجميع الحمد لله، كل واحد واش يبيعول، المعامله حسن المعامله الله يبارك. جيت المعرض الادوات المدرسيه، معرض الكتابي، اشترت لي امي الكراريس وكل شيء والاغلفه. على حسب الاسعار اللي شفتها هذا العام بارابور العام اللي فات صافا شويه هبطت، الفراك 2000 في الحاجه هكذاك، مي بارابور القدره الشرائيه تاع المواطن غاليه بزاف غاليه. انت لي زافر تاعك مينيمو على الواحد يخرجوا لك مليون بالكرطاب كلش مع الاطفال، وكي نزيدو نحكوا على اللبسه تاعو مليون نسمع الجملين على الواحد، نار كارثه بالنسبه للمواطن يعني والله كارثه. مام واحد يكون ميسور شويه ويحصلها، واحد اللي ما عندوش ما تحكيش عليه. مي داخل المعرض راني نشوف البري خير من برا، خير من برا بزاف. كي دخلت لقيت البري شباب بارابول برا، بري هايل نشري منه. اي على حسب المقارنه بين الاسعار هنايا في صافيكس والخارج وجدت يعني كاين فرق، وهنايا اسعار احسن احيانا يعني فرق كبير، خاصه كي تكون كاين تخفيضات، واحيانا فرق صغير.